قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5 أشهر، موضحا أن حجم التوريد المحلي للقمح منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3,800,000 طن، بما يمثل 91% من حجم المستهدف. وأكد وزير التموين أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها للقمح، حيث تم الاستيراد من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة، مشيرا إلى استمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية عن طريق رومانيا وأوروبا.